الحمد لله بدأنا من الصباح الباكر بفتح باب التقديم للامتحانات الخارجية بكافة الأعمار من المرحلة عفوا بكافة المراحل المرحلة والمتوسط والإعدادي المراحل الطالب المتقدم الى المرحله الابتدائيه يكون على لا يقل عمره عن 18 سنه اضافه الى ذلك من شروط التقديم للدراسة الدراسه ان يكون حائز على الدراسه الصف الرابع الابتدائي او او المستوى الثاني بالنسبه للتعليم المسرع بالنسبه لمدارس التعليم المسرع اما ما يكون ما يقدم على ما يكون التقديم على المرحله المتوسطه ان يكون عنده ثلاث سنوات انتظار والرابعه له حق التقديم الى الدراسه المتوسطه وكذلك الدراسه الاعداديه ان يكون حائز على الدراسه المتوسطه وينتظر لمده ثلاث سنوات ومن ثم الرابعه يتقدم الى الدراسه الاعداديه اما اذا كان المتقدم عمره اكثر من هذه ملاحظه مهمه طبعا اذا كان عمره متقدم اكثر من 27 سنه او اكمل 27 سنه بدون سنوات انتظار يعني حق تقديم السنه اذا اجتاز المرحله الابتدائية العام القادم يقدم على المرحله المتوسطه واذا اجتاز يقدم بعثه على المرحله الاعداديه بينما هذا كان هاي الفتره كان تقريبا ما يقارب ست سنوات انتظار يلا يحصل على هاي التمهيد كذلك لا, لا ليس في صلاح الدين وانما في مراكز في مراكز الفحص في بغداد مركز الفحص الدراسي الابداعية عندنا في صلاح الدين مراكز المتوسط في بغداد والاعدادي في بغداد حاله حال بقيه المراحل الدراسيه الصباحي او المسائي بدينا يوم 26/11 وينتهي يوم 25/12 وفتره التقديم مستمره وبنفس الوقت احث ابنائنا الطلبه الذين يريدون التقديم او احثهم على التقديم الى الدراسه الى الدراسه الخارجيه على اعتبار حتى لا يصير عندنا زخم في الايام النهائيه او يفوتها فتره التقديم